مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. بحلقه امبارح اوضحنا انه الكهرباء رح تتحسن بدءا من منتصف ليل امس، واليوم لازم يكونوا الناس بلشت تتحسن عندهم التغذيه من بعد ما اكيد وصلوا بواخر الفيول وبلشوا بيفضوا طبعا بان كان بالشمال، وبالتالي ان شاء الله يتحسن اكثر وضع التيار الكهربائي مثل ما وعدنا، لانه اليوم صار في كثير احتجاجات خصوصا امام شركات الكهرباء ببعلبك وبسور وكله، وامبارح شفنا امام كهرباء لبنان كله، لانه الناس مستاءه من واقع التقنين القاسي بالتيار الكهربائي، وبالتالي كلنا بنعرف مشكله الكهرباء اللي ما عادت تنحل وقدي لها كلنا ناطين حل، لانه الناس بدها 24 على 24 من الكهرباء، ولكن بين الموتور وبين الكهرباء لبنان مع هيدا وكله في ناس ما عم تقدر تدفع حتى موتور، وامبارح اصحاب المولدات كانوا عم يشكون وما عم يقدروا يوصل لهم مازوت بالكميات الكافيه، فهلا صار في مازوت في طبعا الكهرباء، وبالتالي بتمنى كمان تكون اليوم توزع المازوت على كل البلدات وقرى البقاع، لانه امبارح كان في خوف دائما انه 20,000 ليرة فقط كانوا عم يتساءلوا ليه، بقى بفتكر توضحت شوي العملية امبارح، وإن شاء الله هيك بترجع بتنتظم لحين ما يصير عنا حكومة، لأنه مثل ما فهمنا أنه وجود حكومة بذلل كثير من العقبات خصوصا أمام الأمور الحيوية، يعني نتأمل أكيد خير. بداية رح نبلش بالمعلومة، بمعلومتنا لليوم بدي أقول أنه إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية رجي ببيان أكدت أنه لجان الشراء التابعة لها راح تبلش ابتداء من نهار الأربعاء 22 كانون الثاني الجاري بعملية تسلم محاصيل مزارعي التبغ في البقاع لموسم 2019، وأوضحت أنه تسلم المحاصيل راح يحصل بمستودعات الإدارة في البقاع، يعني حضروا حالهم راح يشتروا محاصيلهم، وبالتالي بدءا من 22 كانون الثاني. كمان بمعلومتنا لليوم بحب كمان اقول انه وزيري الاقتصاد والتجاره والزراعه بحكومه تصريف الاعمال منصور بتاش وحسن اللئيس اصدروا قرار مشترك حمل رقم 1/1 تاريخ 3/1/2020 بيتعلق بتنظيم استيراد النبيذ، وبيقول يطبق هذا القرار على النبيذ المستورد على اختلاف أنواعه الوردي بالقانون رقم 216، يتوجب على كل مستورد لأي من المنتجات اللي وردي بالقرار يعني حسب المادة الأولى أن يتقدم بطلب للسماح بالاستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعية مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المديرية العامة للزراعة وفقا لنموذج معتمد لهذه الغاية والمستندات المطلوبة، نسخة عن الفاتورة الأولية، نسخة مصدقة عن الإذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة، نسخة مصدقة عن إفادة تسجيل المصنع المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ، نسخة طبق الأصل مصدق عن إفادة تسجيل المستودع مخصص لتخزين النبيذ المستورد، نسخة مصدقة عن إفادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة بدولة المنشأ، طبعا صورة عن هوية صاحب العلاقة المستورد، يعطى كل مستورد مستوفي المتطلبات الواردية إفادة تسجيل صالحة لمدة سنتين، وطبعا ترفق كل شحنة من المنتجات المستوردة بشهادة منشأ مصدقة حسب الأصول، شهادة تحليل مخبري ونسخة عن إفادة التسجيل، وبيتوجب على كل مستورد الاحتفاظ بكل المستندات العائدة لكل شحنة من شحنات النبيذ، وبالتالي بتولى المعنيون بوزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة كل وفق صلاحياته متابعة تنفيذ هذا القرار. متابعة بمتابعتنا بتصور كل اهالي منطقه جزين يلي امبارح حذرت البلديه واتحاد البلديات المواطنين من عدم عبور الطريق الرئيسي لان في عليه تشققات، وبالتالي حولت السير للمعبور، وبعتقد اليوم كمان عم تشتغل لانه اكثر شيء حذرت اصحاب الشاحنات وحافلات الطلاب، وبعتقد اليوم التأس عم يسمح اكثر للبدء بمعالجه الموضوع لانه بشكل خطر على السلامه المروريه. بموضوع المنصوريه كمان، أولاً
البنيه اللي فيها نشوه اللي كثير عم يحكوني فيها بنادي العادل طلبيك. نحن تواصلنا مع رئيس بلديه المنصوري الاستاذ ويليام خوري وبيقول انه ما عليهم الا شكوى الى النيابه العامه والبلديه حاضره تعطيهم اي ورقه بعزوها لانه ما قادره البلديه تتدخل بكل نش عم بيصير باي مبنى. فاليوم النيابه العامه هي بتاخذ اكيد على عاتقها هذا القرار وخليها الدوله انه هي تهتم بالموضوع. كمان بالمنصوريه اللي عرفناه انه في فتره اسبوع وبترجع بتفتح طريق المكلس المنصوريه يلي تضررت جراء الانشقاق اللي صار والمباني اكدت امام البلديه ووزاره الاشغال انه رح تبلش تظبط هالانهيار هيدا، لانه كانت بلديه المنصوريه قبل ما يصير هالانهيار ب 15 يوم انذرت المباني انه من خطر ممكن يصير وصار بالفعل، بدها اسبوع بعد حتى ترجع تفتح الطريق. بالنسبة للمي بالربوة شارع 12 أو وكمان حدا حكينا الربوة أمام شركة المي دايما طايف المي، وكمان انقطاع المي ببرج البراجني، انقطاع المي بجبيل، كل هالشكاوى يلي وردت على المي نحن حولناها لمكتب الشكاوى يلي بتلقى الشكاوى وبتابع مع المصالح المي إن كان بالربوة ولا بجبيل ولا ببيروت لنعرف ليه في انقطاع مي وإذا في من أي عطل حتى يعالجوا. كمان يعني هذا حبيت أقوله بموضوع المتابعات، كل شيء ورد هلا بانتظار أكيد بعد الردود نحن تبعا بنعطيها لما بيصير عنا أكيد أجوبة عليها. اتصالاتكم على 04-444-444 بياخد أول اتصال لليوم. ألو ألو بونجور بونجور يعطيك العافية أهلين معك جانا عم بحكيك من جبال. إيه أهلا مدام. بدي خبرك انه على طول الاوتوستراد من كازينو لجبال بيكون مطفي كليا، ولا ضو ولا اناره ولا شيء، وهذا الشيء بسبب كثير خطر على ارواحنا. يعني كل مره بقول بدي اتصل فيك وما بتزبط. يعني اناره الاوتوسترادات هي على وزاره الاشغال العامه مبدئيا، هلا نحن رح نشوف مع وزاره الاشغال شو ليه ما في اناره. على طول هيك كل مره بقول بدي صور لك فيديو وابعته بس بدون ما تصوريه. يعني انا بعرف يعني انه في كثير شكاوى عم بتصير خصوصا انه عم بيصير في حوادث وحالات صدم لانه ما بيقشعوا. في حالات صدم لانه ما بيقشعوا صحيح 100%. انا بشكرك واكيد يعني رح اشوف مع وزاره الاشغال ليله هلا بعد ما في اناره لهالاوتوستراد. كمان اتصال يمكن تاخرنا عليهم. اتصال اخر. الو الو يعطيك العافيه. ايه اهلين وحياتك. نحن قبل وسبق وحكينا مع حضرتك عنا اراضي مضمنينها لليون متعاقدين مع الدوله ولحد هلا الدوله صار لها 6 سنين مش دفعتنا مصاري، بجوز هالحكي يعني؟ لا اراضي مضمنينها لليون واليون قاعده باراضينا ومش عم تدفع لنا يعني معقول؟ ليك صراحه بدي اتابعها مع الماليه لشوف شو هيدي القضيه يعني شو بنقدر يعني شو بنقدر نعمل. حكينا مع حضرتك وقلتي لها قلت لنا ما فيش مصاري بعرف شو فيش اعتمادات ما مليون يعني بيطلعوا لك مليون شغله بس يا عمي معقوله ارض مضمنينها لليون قاعدين فيها لحد هلا 6 سنين مش عم يدفعوا لنا بجوز هالحكي؟ لا ما بجوز وحتى الجواب يعني انه ما في مصاري انه ليه ما بده يكون في مصاري؟ ما فيش مصاري يا عمي وين المصاري لك؟ يعني كل شيء مفروض يكون نازل بالموازنه والناس لازم ولازم تعرف في مجال تراجعينا تعملنا معروف مع وزاره الماليه رح تابع الموضوع شو بجاوبوني بخبركم. الله أهلا فيك. يعني 6 سنين وأجار رسمي مع جهة دولية ما بعرف ليه التلكؤ بدفع الإيجار مع العلم أنه أنا أكيد أنه اليوان منا مأخرة ولا أبدا ولا نهار أنه يمكن عن دفع الإيجار إلا إذا كانت هي الدولة اللبنانية اللي بتدفع الأجار. هذا موضوع مش أنا بقدر جاوب عليه، بدي أشوف مع وزارة المالية. كمان اتصال. بونجور بونجور مدام ربيكا. تفضل معك ميشيل معماري. أهلا. بدي احكيكي عن طريق من المنصوريه ليلحق بيت نري. ايه كلها جوار بيزفتوا شويه بتشت الدنيا بيرجعوا بيطلعوا الجوار وعم بيتكسروا سيارات 100%. انا حكيت اليوم مع رئيس البلديه لانه كمان كانوا قايلين لي على الحفريات حد بنك اوف بيروت بالمنصوريه بهكذا التقس شو ما عملنا بالتثبيت ما رح يمشي الحال. ما رح يمشي الحال. هلا ما بعرف هلا اني اليوم صاحيه بس على كم يوم ما بعرف اذا كمان بيقدروا يستغلوا هالطقس الصحو ما بعرف. من يومين حطوا لهم لهالجوار زفت تراب شتت الدنيا راحوا اكيد لانه مع المي ما رح يهدي الزفت. لا الزفت هذا زفت جفت جفت انت عم تقول لي مش زفت زفت شو هلا يعني
يعني معناتها زفت مش مزبوط ما في. لا لا بدي لك شغلي ليك اجمالا باحوال طقس عاطله وامطار وشتي من المفضل ما يتزفت، من المفضل. في نوع زفت يمكن منيح يمكن لا ما بقدر اعرف، في سماكة معينه اجمالا بيكون في حفريات مفروض اول شيء دائما بعرف انه يقصوا وينطفوا ويحطوا الطوفونا ينطروا شوي اذا شتت اذا تاخذ الطريق مطرحها حتى يرجعوا زفتوا. بس قد ما عندنا حفريات وقد ما عندنا جوار وقد ما برك مي ومصدى لكل هذا ما عاد اعرف وين الصح من الغلط. يعني احنا بنطالب باوقات التزفيت تنعمل، نحن في اوقات بالسنه بصير في اشغال على الطرقات، ولكن بتعرف قديش وضع البلد مدهور لدرجه ما بقى في ماشي شيء على الاصول صراحه. أنا كنت عم بحكي اليوم حتى بالحفريات حد بنك أوف بيروت بالمنصورية بهيدا التأس قالوا لي بكل بساطة ما رح نزفت. باخذ اتصال تاني. ألو ألو. إيه بونجور. إيه بونجور أهلا. إيه معك مواطن لبناني من برجة. إيه أهلا فيك. الحمد لله صرنا ست أيام ما في كهرباء عنا ولا ساعة. عم تيجي ساعتين بالنهار وانجا مبين الكهرباء، ساعة بتقوى ساعة بتخاف حتنشد لك الكهرباء كلياتنا. كنا حاكيين مع بيروت ومع وادي الزانية وما حدا عم يرد علينا. ليك هلا في تقنين مي تقنين كهرباء كثير قاسي. عم جيراني من المنطقة كلها. ولكن إذا عم تجي بهالطريقة هيدي يعني يعني بلكي في عطل أو بلكي في سحب كهرباء زيادة على الكهرباء إن هي تتابع الموضوع، لأنه هيدا ما عاد تقنين صار في شيء غير تقنين. ببرجة بس إذا بلغت أنتو أي شركة تقديم خدمات عندكم ببرجة كافي آ أو عوان؟ ما في عنا ببرجة بسبلين يمكن كتر مية كتر مية، بس لأنه مقدمي الخدمات يعني بكل منطقة في مقدم خدمات، بدي أسأل بمنطقة برجة مين أي مقدم خدمات ولأعطيكم رقمه ونحن كمان نقدر نتواصل معهم كمان. اهلا وسهلا فيك. يعني ما عادت كهرباء لبنان اللي بتتلقى، صاروا مقدمي الخدمات البيوس الكافي عرفت كل منطقه في لها حدا عم يهتم بصيانه الكهرباء وهالامور. اتصال اخر. الو اهلا مدام. صباح الخير. صباح النور. مساء الخير صار. لا صباح الخير بدنا طاقه الظهر. بيمشي الحال. ما بدنا نشوف الامور سودة هالقد. حبيبتي الله يخليك، يعني لي ثلاث اشهر مقضمه لعطل بتليفون بالبقاع بالمرج. نعم. هو الانترنت واقف، صرت عم تلفلت لهم للسنترال حوالي 7-8 مرات، صاروا يستحوا مني لما يحاكوني. وين بالمرج زحلي يعني بالبقاع؟ بالمرج بقاع الغربي. بقاع الغربي. التليفون بعطيك نمرة إذا بتريدي. 08 نعم 5 نعم 111 66. اوكي من 6 اشهر؟ 3 اشهر. 3 اشهر هو الانترنت. اوكي في غيرك مدام حدا عنده عطل يا ما انت بس؟ والله ما بنسال لحالنا بالمنطقه، عرفتي كيف يعني حوالينا بعاد البيوت. لا كنت بدي اشوف اذا في عطل عام ولا عطل بس ببيتي. لا لا بس انا لا بس اصحابنا كله ماشي. اوكي اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. يعني انه 3 اشهر اجيره ما بعرف هيدي كثير ما هيك؟ كتير كتير انه 3 اشهر، حتى في عالم لهم اكثر من 6 اشهر. يعني انا جاييني كم اتصال في تاخير دائما بتلبي طلبات الصيانه، وكلنا بنعرف انه ما حدا يفتكر انه الخط الثابت ما له دوره بهالبلد، بلا مش كل الناس عندها خلوي، وبالتالي الخط الثابت كمان بحل مشاكل كثيره للناس. باخذ اتصال. الو مرحبا. مرحبا. مرحبا مدام ربيكا. اهلا. بدي اسالك، انا مواطن من بعلبك. ايه اهلا وسهلا. حبيب اسال مين مسؤول عن اشتراكات الكهرباء لوضع ديجنترات عدادات للديجنترات لمولدات الكهرباء او كهرباء؟ صح. المولدات مولدات الكهرباء الاشتراك. اوكي اول شيء هو صاحب المولد بيقول لك بدك عداد ولا ما بدك، اذا ما بدك في استماره بتعبيه انه انت ما بدك عداد. هلا وفي حال انه هن اصحاب المولدات مش عم بيطلبوا هالشيء من العالم، اذا ما عم يطلبوا وانتم بدكم عداد وما تتجاوب معكم بتتواصلوا مع وزاره الاقتصاد والتجاره. وزاره الاقتصاد والتجاره. اوكي 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 اهلا وسهلا. شكرا. فيك. كمان اتصال. الو الو اهلا. ايه بونجور. بونجور. بس عم بحكيك من الباحه الغربي. ايه اهلا وسهلا. في عندنا مشكله، بس السؤال هو انه وزاره الاشغال ايه شو دورة؟ مش دورة صيانة الطرقات العامة؟ كيف لكن؟
على أكيد. احنا عنا الطريق من أبلياس. أبلياس لوين؟ ما راح صوتك مسيو. ايه ايه الو. ايه هلا عم بسمعك. طريق أبلياس اللي بتوصل لوين؟ باتجاه الجنوب. الجنوب باتجاه صغبين مشغلة كل هالمنطقة. اوكي. شو يعني محفرة كتير؟ في كتير جوار، في كتير مشاكل، في كتير حوادث، في كتير موت. في كتير يعني موت. نحن دور وزارة الأشغال يعني ما بنشوف أبدا أي اهتمام بهالمنطقة. معك حق. ما بعرف هالموازنة تبع وزارة الأشغال قديه غطت، أو هلا الموازنة الجديدة شو رح تغطي، بس خليني أشوف إذا ملحوظة هيدي الطريق برزنامة وزارة الأشغال العامة بموضوع تزفيتها أو تأهيلها ولا شيء، لأنه ذكرت كلمة كتير بشحة هي الموت. يعني قديه عم تحصد هالطريق من قتلى ومن جرحى، ونحن بغنى عن هذا الموضوع. يعني لما بنقول للدولة لازم يكون في كل شروط السلامة المرورية، ساعتها ما منعود نلوم إذا صار في حادث سير لا سمح الله، بيصير سرعة بيصير شيء تاني، ولكن إذا كانت الطريق عندك كل الشروط ما فيها نقول الدولة مش حق عليك. يعني اليوم في يعني بدي أشوف، بدي أحكي مع وزارة الأشغال منجاوبك لنشوف إذا في برنامج لهالمنطقة فوق بإعادة تأهيل هالطريق ولا لا. كمان اتصال، بس على الأكيد مش بفترة الشتاء هلأ والثلج. باخذ اتصال كمان. الو 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 يعطيك العافيه. ايه اهلين. الو ايه تفضل. معك مواطن من شمال لبنان العبده. من العبده، اهلا وسهلا فيك. في عنا الاشتراك تبع العبده برج العرب، ناخذ من برج العرب لبنان. اشتراك شو؟ كهرباء؟ اشتراك شو؟ الدوله اشتراك كهرباء. كهرباء مولد. مولد. ايه اوكي. ايه ايه. نعم. شو مشكلته ايه شو؟ مشكلته كانت الكيلو ب 650 ليرة، الدولة نزلته على 450. اوكي. وطلعت له الاشتراك ب 15000، كان ب 15 ضرب 25. نعم. للخمسة أمبير؟ من أيام الثورة لهلا. مسيو خليني خليك. خمسة أمبير؟ لا مش مفروض يكون 25000. مش 25000. عم ياخذوا 25000. لا ما مشينا، ما احكي على التسعيره انا على الاشتراك، لانه رجع على بس صار الثوره من اول الثوره لهلا رجع طلع على التسعيره للكيلو 650000 وما نزل الاشتراك. خليني افهم منك هلا انه اشتكيتوا انتم شيء لحدا؟ هلا انا حكيت معه قال لي يا اخي هيك، يعني وقت صارت الثوره يعني صار كل واحد يشتغل على كيفه يعني. طيب علقت لا اكيد مش شو اسمه الفيلا، اكيد ما راح يشتغل على كيفه، اكيد مش على كيفه. نعم. بس فيكم تتشكوا، يعني فيك تتشكى لوزاره الاقتصاد على 17، سجل عندك هذا الرقم. نعم. هذا الخط الرباعي 1793، سوري 3-9، 1-7-3-9، 1-7-3-9. أخذته؟ 1-7-3-9. 1-7-3-9. هيدي وزارة الاقتصاد، حماية المستهلك، بتتصلوا فيهم حتى إذا ما ردوا عليك في عندك الماشين، أعطيه كل القصة، يعني خبرهم شو القضية وهن بيتصرفوا. اوكي عم نحطها على الشاشة الرقم على كل حال. اهلا وسهلا فيك. كمان باخذ اتصال. الو اهلا. بونجور. بونجور ست ريبيكا. نعم. ايه بليز بدي اسالك، امبارح كان معك ضيف بخصوص المازوت والنفط وهيك. ايه ما فهمت، رجع حكيني. بخصوص النفط المازوت والبنزين والغاز. ايه صح؟ نعم. هي عم تحكي غلط. مين امبارح يعني المديرة؟ ايه. ليش شو الغلط يعني؟ شو اللي انت بدك تعرفه؟ ما في مازوت. من وين عم تحكيني حضرتك؟ من أي منطقة؟ من كفرشيما. من؟ كفرشيما. من كفرشيما. ليك يعني هن قالوا إنه المازوت بلشت تفضي، يعني ما قالت إنه اليوم فيه، قالت بلشت تفضي ورح تنحل العملية، رح تنحل. لا مش تنحل، اللي كشالي هلا أني بالمحطات، لأنه في محطات عندهم بس مش عم يعطوا. بس اليوم اشتريتها ب 22000. اف. ايه. طن بمليون و200 الف. طيب بدك تحكي حمايه المستهلك 1739 تيروحوا على المحطه.
هي محطة فيش محطة عم جيب سترنات خزانات سترنات خيعها تتشكى على الستر هيك على الستر ما المحطة ما عنده خيعال ما عم بفهم عليك اليوم إذا حدا بده يستغل الناس سوق سودة أو نوعية أو وزن أو سعر مش سعر رسمي بده يحكي وزارة الاقتصاد حتى وزارة الاقتصاد هي التابع الموضوع بدي تشكى عليه يعني بك أكيد بك تشكى عليه بطل يجيب لي مزود ببقى هيدا صار موقع آخر مش مهم طيب ميرسي عزيزي لك بس ما تزعل يعني نحن بنكون عندنا جرأة نقول أمور مثل ما هي حضرتك عم تطلبني حتى هلا أنا أوكي تحت الهواء بقول لك اعطيني اسمه أنا بتلفن على وزارة الاقتصاد وبشيل عنك الهم وما بقول هيدا أنت وبتحمل أنا المسؤولية ما عندي مشكلة بس أنا اللي بدي أقوله موجودة حماية المستهلك لشغلة واحدة هي تحامي الناس يعني تحامي عن مصالح الناس يعني أنت عم تلفن لعندي تستنكر هذا الموضوع أنا عم دلك على الطريق يلي بتساعدك أنك أنت أنه تقدر تاخد حقك إذا بدك أوكي؟ باخد كمان اتصال ألو أهلا ألو بونجور بونجور مدام ريبيكا نعم بليز بدي اسال شو لزمان ما سمعنا صوتك مدام شجاع تسلمي يا ريت بيعطوني هيك دائما لا دائما بيعطوكي ايه تفضلي نعم تسلمي انا بدي اسالك بس سؤال اذا واحد سرق اسواره من محل يما محل سرق محل ذهب سوق قديش يا هل ترى سرقونا فقرونا وفقروا البلد وما بيحسون كيف هيدي انا ما فهمت بدي اسالك سؤال ثاني يا مدام السرقه سرقه السرقه إيه؟ سرقه والسرقه سرقه اوكي لا بدي إيه بس ليش هاد يعني مش عم بيحبسون قصدي ليش واحد فقير معتر بيحبسوه وهن يلي سرقينا يعني كيف يعني اخذوا مصريته بس انهم يشيلوا من حد غيرهم مدام شدياء نحن عم نطالب كلبنانيين اليوم انه كل الاموال المنهوبه ترجع تنرد وهيدا طلب لا رجوع عنه من أصغر موضوع لأكبر شيء سارق سارق إن كان مال عام ولا شيء تاني نحن بدنا العدالة للكل وبدنا المحاسبة للكل بدون أي استثناء إطلاقا من شغل صغير لشغل كبير بالنسبة لنا سارق سارق ومال الناس مال الناس بياخد اتصال آخر ألو ألو يعطيك العافية أهلين ستي بكا؟ اي نعم ألو عم بسمعك تفضل ستي بكا في عندي شكوى لوزارة الصحة اي نعم في عندنا دواء ريفوتريل معطوة بمنطقة البقاع اوكي نحن من جميع ذوي الاحتياجات الخاصة نعم نبرم على الصيدلية ما في معطوة الدواء من الصيدليات طيب بس ما في بديل لإله هيدا الدواء ما في بديل لإله حكيت طبيبك يعني الحكيم قال لك ما في بديل حكينا الطبيب ما في بديل لإله الريفوتريل هلا انا بدي اسال ليش مقطوع يعني مش معقول يكون في دواء مقطوع ما له بديل يعني منطقة شطورة المصنع مجد العنجر عم ندمر على كل الصيدليات من أي متى مقطوع؟ صار جمعتين ثلاثة مقطوع. أوكي خليني أسأل هلا لأني في بعض الأدوية عم تنقطع في أدوية انقطعت ما رح تجي بقى بس دائما بيكون في دواء بديل هلا إذا ما قالوا لك ما في بديل بدي أسأل على كل حال بهذا الموضوع بدي أسأل إنه لما بينقطع دواء ما في له بديل طب شو بيعملوا الناس المرضى بدي أسألك عنه. كمان اتصال اهلا معك رفعت هلال اهلا استاذ رفعت صاحب موتور بعلاه اهلا فيك انا احكي لك كذا مره مزبوط بس انا عم بسمع من عندك انه انت عم تطالبي للناس بحقوقهم ولوزاره الاقتصاد خاصه انه اشتكوا على وزاره الاقتصاد حتى لي تحصلوا من حقكم طب نحن مين بحصلنا حقنا من وزاره الاقتصاد نفسها من وزارة الاقتصاد نفسها نحن أصحاب موتورات عم يسعرولنا المازوت على ال 17200 نحن عم نجيبه ب 19500 لحد 21000
هن عم بيسعروا لنا اياه 17200. نحن صرنا حاطين خساره، وانا حكيتك مره الماضي وقلت لي بدنا نحكي بالموضوع. انا كانت معي المديره لحظه، كانت معي المديره العامه للاقتصاد الاسبوع الماضي اللي قبله يمكن من جمعه، حكينا بهذا الموضوع. كل ما بزيع النشره يعني بيطلع كل اخر شهر تسعيره الرسميه، باخر تسعيره بيقولوا انه كيف احتسبوا، بيقولوا مع ربح جيد لصاحب الموتور، هيدي نازله بالتسعيره الرسميه. انا مرت الماضي يعني من 3 ايام صراحه تواصلوا معي كتار من اصحاب المولدات عم بيقولوا لي نحن ما عندنا مازوت، رح نوصل لوقت كمان ما بقى نقدر نشتري مازوت ورح نوقف موتوريتنا. وانا زعت على الهواء وقلتها، وامبارح مع المديره العامه للنفط قلت هالشيء كمان، يعني اليوم ماده المازوت هي ماده حيويه للكل، وقضيه عم في فرق يعني انتو كمان عم تاخدوها بسعر اغلى من السعر يلي عم بتقلي عنه. مزبوط، من هيك طلبت من الوزارة انه ترجع تجتمع معكم ودعوا اليك جديد بهذا الموضوع. صرنا يعني حاكين كذا مرة، معك حق بس هلا ليه ما في، صرنا حاكين كذا مرة معك حق استاذ رفعت يعني بس ليش ما في اجتماع معكم ما بعرف. خلينا اعطيكي بس هاللمحة هيدي. تفضل. انا نحن حكينا مع وزارة الطاقة ومش عم يتصلوا فينا، مش عم يعطونا وقت حتى لي نعطيهم شو الحل اللي عندنا حتى لي نمشي فيه. معلش وزير الطاقة هو نفسه، وزير الاقتصاد هو نفسه قال عم يعطينا 10% ربح، يعني أنا إذا لميت 20 مليون عم بربح مليونين، مليونين نحن وعندنا موظفين عم نحطهم المليونين، مش عم يعطينا ربح. هذا معلش هذا افتراء علينا، نحن مش عم يعطينا ربح، عم بيعطينا 10% عم نحطها موظفين. صرنا سنة عم نحكي بهالموضوع هذا ومش عم يتابعونا، مش عم الوزارة مش عم انا صرت حكي 20 مرة على الوزارة مش عم يستقبلونا. فنحن وثاني شيء هسه قطعت الكهرباء عم تيجي نحن عندنا 3 4 ساعات، هالتفرقة يلي عاملينا ما بين المناطق وما بين بيروت، بيروت الإدارية ليش بيعطوها بيشيلوا عنا 3 ساعات كهرباء ونحن بيشيلوا عنا 17 ساعة كهرباء، شو هالتفرقة هيدي؟ يلي شقته مليون دولار بيدفع 50,000 كهرباء، واللي بيته معطر بيدفع 100,000 كهرباء، وين هالعدل؟ وين هو العدل بلبنان؟ هو لأنه لأستاذ رفعت لأنه في قرار لمجلس الوزراء، مش قرار جديد، قرار من زمان، يعني بيروت الإدارية ما بيقطعوا لي الكهرباء أكثر من 3 ساعات أو ساعتين، هيدا قرار مجلس الوزراء، عرفت؟ يعني هيدا قرار من زمان مش وبعضهم ماشيين فيه. هلا اللي عم تحكي عنه تفضلت فيه حضرتك، كتار مثلك من اصحاب المولدات عم بيقولوه كمان، يعني نحن بنناشد وزاره الطاقه ترجع تجتمع مع لجنه منكم حتى ترجعوا تصوبوا الامور. يعني انا بدي طالب بحق كل الناس، يعني ماني طرف مع حدا بالعكس، وانا عم وصل صوتكم مثل ما عم وصل صوت اي مواطن، بس انا كمان بدي استجابه لمطالبكم، لانه اذا شايفين انه انتم مغبونين لا لازم ترجعوا تقعدوا على الطاوله ويمشي الحال حتى ما تنعكس كمان على المواطن. صوره اليوم بنشوفها سوا. هالصوره بالليل يمكن شفتوها كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من الجيش اللبناني عم بيسكروا ويسدوا جور والحفر يلي تضررت منها إطارات المواطنين بجبال ومناطق أخرى، عم بحطوا كيس رمل وعم بيزبطوا هالطرقات. أنا مثل كل الناس يلي بتحيي الجيش اللبناني على أعماله الإضافية لخدمة الناس، إلى جانب طبعا محافظته على الأمن. الموعد بيتجدد نهار الاثنين، إلى اللقاء.